أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في حلقتنا النهاردة لبرنامج صباح مي. احنا وصلنا لفقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أهم وآخر المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي. بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم الدراوي. أستاذ إبراهيم، بنرحب بحضرتك وصباح الفل. اهلا بحضرتك. يمكن كل الاخبار المتصدره للمشهد الصحفي بتتكلم عن القمه التنسيقيه للاتحاد الافريقي ومشاركه السيد الرئيس في هذه القمه بكلمه عن النباد والتحول الاخضر، ويمكن يعني اتكلم في تفاصيل كتير جدا هنذكرها في الخبر اللي هنقراه لحضرتك دلوقتي. الخبر بيقول الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهوريه كينيا في نيروبي. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الكينية نيروبي مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس الكيني رحب بزيارة الرئيس إلى نيروبي مثمناً متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مع تأكيد وجود أفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات. أستاذ إبراهيم، عندي ثلاث نقط حابب أتكلم فيهم مع حضرتك. أول نقطة العلاقات المصرية الكينية والحفاوة، حفاوة استقبال الرئيس الكيني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تاني نقطة، الحديث من خلال كلمة السيد الرئيس عن تغير المناخ والتحول للأخضر وتحول مؤسسات الدولة ومؤسسات الدول الإفريقية للتحول الأخضر. ثالث نقطة، مشاركة مصر كرئيس لجنة النباد خلال العامين القادمين. يعني خلينا نقول ان بدايه لابد ان نركز على ان العلاقات المصريه الكينيه هي علاقات ممتده وطويله، واحنا خلينا نقول ايضا ان العلاقه ما بيننا وما بين الجانب الافريقي ككل هي علاقه وطيده. هناك اشياء موجوده في القاره السمراء نحن لدينا رؤيه فيها، وخاصه احنا لدينا اشياء كثيره في القاهره. الافارقه القاره الافريقيه جميعا تمتاز بانها تريد ان تاخذ منا التقدم وبعض المجالات الحيويه التي تخدم الجانب الافريقي. هذه واحده. الامر الاخر هو ان احنا بنتكلم عن العلاقات الثنائيه، فمصر في المرحله السابقه كانت اهم شيء ليها هو العلاقات الخارجية، وكلنا نعلم أن نجاح مصر في العلاقات الخارجية في حوالي 7 أو 8 سنين الماضية كانت بمثابة اختراق حقيقي في القارة الأفريقية، والجميع شاهد للإدارة المصرية والدبلوماسية المصرية الناعمة بأن تذهب إلى أفريقيا مرة أخرى بعد انقطاع دام فترة من الزمن بيننا وبين القارة السمراء وبين جميع دولها بالمناسبة. دي كانت واحدة. الأمر اللي هو حضرتك تتحدث عنه وهو الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة وما هو دور مصر، خلينا نقول إن دور مصر بدأ منذ أن كان لدينا مؤتمر المناخ الدولي الذي يعني تحدث العالم منه من شرم الشيخ، وتحدثت مصر وكانت مصر بمثابة سفير العالم، بل سفير العالم في أفريقيا للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والمساحات الخضراء التي تسعى إليها مصر ويسعى إليها العالم الأفريقي في هذا الأمر. والعلاقات الثنائية ما بيننا وما بين الإخوة الأفارقة، أعتقد أن الرئاسة المصرية يعني تعرب عن أنها يعني تهتم كثيرا بالعلاقات الثنائية الأفريقية، وتريد أن يكون لدينا القوى الناعمة التي تسعى لوجود خلينا نقول تواصل دائم وتواصل مستمر بيننا وبين الإخوة الأشقاء في القارة السمراء. دا
ده مصر تسعى اليه من اول الرئاسه حتى اصغر مسؤول مصري يسعى لكي تكون هناك علاقات ثنائيه ممتده لان هناك خير للبلدين سواء كانت علاقات ثنائيه او العلاقه مع الامم الافريقيه والاتحاد الافريقي بكل طوائفه وكل جوانبه والجميع يسعى للتواصل بالمناسبه مع مصر يعني مصر هي تسعى للتواصل وايضا الجانب الافريقي يسعى لان يكون هناك علاقات وطيده وجيده مع الجانب المصري. تحياتي لحضرتك استاذ ابراهيم وهنروح مع بعض للخبر اللي بعده. اهلا بحضرتك. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومه في مدينه العلمين الجديده احمد عيسى وزير السياحه والاثار لاستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصه بالوزاره، وده كان بحضور دكتوره يمنى النجار مساعد الوزير للشؤون الفنيه. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن مصر لديها خطة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على نحو اللي بيعظم القيمة المضافة اللي بتتوافر في مصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة. يعني من خلال اهتمام مصر بالاستثمار وتشجيع الاستثمار، أهم جزئية تعتبر في الاستثمار المصري هي السياحة. تعالي حضرتك على الخبر يا فندم. يعني خلينا نقول أن القاهرة تسعى لأن يكون هناك علاقات وطيدة بيننا وبين الأشقاء، وخلينا نقول أن الأمر السياحي الذي تتحدثي عنه ويقوم به رئيس الوزراء المصري هو استهداف السياحة الخارجية لمصر بالمناسبة، والتنسيق ما بين الجهات المعتمدة في كيفية جلب السياحة إلى القاهرة وإلى مصر بشكل عام. وعندما تتحدث مصر عن حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي لزيادة عدد الغرف الفندقية وما عليها، وهناك أشياء كثيرة تقوم بها القاهرة من بناء بنية تحتية في المدن الجديدة وتحديدا في العلمين الجديدة وبعض المدن اللي احنا خلينا نقول بدأت هناك روافد بها وسياحة سواء كانت داخلية او خارجية، والاهم من ذلك هو ان احنا بنسعى ان يكون هناك سياحة خارجية للقاهرة، وسياسة مصر تجاه السياح هي خدمة السائح الاجنبي، وايضا لم تغفل القاهرة خدمة السائح المصري، وده بالمناسبة وجدناه في الساحل وشرم الشيخ والغردقة والسخنة وكل الأماكن التي قامت القاهرة وتحديدا مجلس الوزراء ركز عليها ووزارة السياحة ركزت عليها والبنية التحتية التي تسعى القاهرة لأن تكون موجودة. أعتقد أن احنا بنتكلم في رافد جديد في الاقتصاد المصري وهو الرافد الدولاري القادم من الخارج، وايضا لم تغفل القاهره المصيف المصري او السائح المصري الداخلي والسياحه الداخليه. وبالمناسبه هناك عدد من المناطق يعني عليها اعتماد كلي في المصايف تحديدا الداخليه والمصريين. وخلينا ايضا نؤكد على ان السياحة الخارجية هي سياحة تأتي معظمها يكون مشتى وليس مصيف بالمناسبة، فتستغل القاهرة المشتى للسياح الأجانب وأيضا تستغل السياحة الداخلية في المصايف التي يسعى المصريون أن يكونوا لديها. وبالتالي القاهرة برئاسة وزرائها بتقوم بمتابعة أدق التفاصيل في كيفية إنشاء حتى الفنادق وعدد غرفها وأن يكون هناك حالة من الاستفادة من كل شيء داخل السياحة، والاستفادة سواء كانت سياحة داخلية أو سياحة خارجية، وأيضا الأخذ واستثمار السائح الأجنبي إن هو يجي فبنقدم له بعض الخدمات اللي هي تجلب لنا السائح الأجنبي، وأيضا لا نفرط في السائح الداخلي، والسياحة الداخلية هي مهمة جدا. وتسعى رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مدبولي بأن يكون هناك رؤية واضحة ويضع إيده على كل الملفات الحقيقية التي من أجلها الاستثمار الداخلي وأيضا السياحة الخارجية. طيب أستاذ إبراهيم، خلينا بقى ننتقل للشأن الخارجي وبالأخص القضية الروسية الأوكرانية،
وبوتين في تصريح عريض أو منشط عريض بيقول لدينا أسلحة ومعدات عسكرية هي الأفضل في العالم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لديها أسلحة ومعدات عسكرية هي الأفضل في العالم، وأضاف الرئيس الروسي أن العدو ينتج معدات متقدمة أيضا ونحن نتابع هذا الأمر لإنتاج معداتنا العسكرية. وفيما يتعلق بقرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية، أكد الرئيس الروسي أن بلاده تحتفظ بالحق في الرد بالمثل إذا استخدمت هذه القنابل ضدها، مؤكدا أن روسيا تمتلك ما يكفي من مخزون الذخائر العنقودية على اختلاف أنواعها. أستاذ إبراهيم، هنا الخبر ده فيه شقين. الشق الأول قرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية رغم رفض واشنطن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو في الوقت الحالي، وقالوا في تصريحات أنه أوكرانيا غير مستعدة الآن. ده رقم واحد. رقم اتنين، رد الرئيس الروسي على التصريحات الخاصة بواشنطن بإمداد كييف بالذخائر العنقودية، وبيقول أنه هو أيضا يمتلك ذخائر عنقودية، ولو استخدمت هذه الذخائر من قبل أوكرانيا اللي يعني امتدت ليها هذه الذخائر من واشنطن هو كمان هيستخدمها. فالوضع دلوقتي في أوكرانيا وروسيا واصل لحد فين؟ يعني خلينا نقول ان الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد بتكيل مكيالين، هي لا تريد ان تضم أوكرانيا لحزب الناتو او الأوروبي او تتعاون معها في هذا الامر، ولكن تتعاون ضد روسيا بالحرب، وده منافي بالمناسبة للأيديولوجية الأمريكية التي تدعو للسلام وتدعو لحقوق الإنسان. وإحنا في ظل خلينا نقول إن ما يدور في العالم النهاردة الكل يبحث عن زيرو مشاكل وزيرو حروب، لا نريد أن يكون هناك حروب، ومن تنادي بهذا بالمناسبة مؤسسات أمريكية سواء كانت مدنية أو تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا نفسها بالكونجرس بتاعها بمجلس شيوخها يدعون العالم لهذا الأمر. في أوكرانيا هناك اختلاف في السياسة الداخلية الأمريكية تجاه أوكرانيا وأيضا معها أو ضد روسيا بالمناسبة، وده أزمة حقيقية عند الساسة الأمريكان في هذا التوقيت، لأنهم لن يقنعوا العالم بأنهم دعاة سلام في هذه المرحلة، وتحديدا ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا. هذه واحدة. بالمناسبة لو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية يدها عن الحرب في أوكرانيا كانت انتهت الحرب منذ زمن بالمناسبة، وروسيا كانت لديها رؤية في كيفية أنها توصل رسالة للعالم أنها تسيطر وفقط، لكن دخول الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي زاد الأمر تعقيدا. زاد الأمر تعقيدا تماما. وبالمناسبة عندما تتحدث عن قنابل عنقودية، هذه كارثة حقيقية ومجرمة قانونا ودوليا بالمناسبة. يعني إزاي الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بهذا الأمر وتدعو إلى تحريم مثل هذه القنابل في مناطق أخرى؟ فأصبح هناك الكيل بمكيالين في الحرب الروسية الأوكرانية، ودي أزمة حقيقية لن تستطيع أن أو من الممكن أن تجني الولايات المتحدة الأمريكية خسائر بائضة في إقناع الآخر في إدارة ملفات مثل هذا الأمر، وخاصة في الحروب بين روسيا وأوكرانيا. خلينا نقول أيضا أن أوكرانيا والرئيس بوتين بالمناسبة ذكي جدا، يتعامل مع الغرب بندية ويتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بندية، لكنه يتعامل مع دول هي حليفة له، إن لم تكن حليفة على المكشوف زي ما بنقول، إلا أنها تدعم الحقوق لعدم تدخل قوة عظمى في إدارة دولة ثانية زي أوكرانيا ضد روسيا. دي أزمة حقيقية موجودة النهاردة في العالم، إن الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك الصين انضمت صراحة إلى روسيا، انضمت صراحة الصين حلف مع روسيا، وده أمر أزعج الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا كلنا نعرف العلاقات الصينية الأمريكية هي علاقات اقتصادية ولكنها علاقات متوترة جدا، والأزمة ستكون أزمة اقتصادية أمريكية فيما يحدث في التأكيد. هذا الأمر ومع دخول، يعني زي ما حضرتك بتقول، مع دخول الصين المشهد أو الصورة، فالأمر بيزداد تعقيدا أكثر فأكثر. أستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب الصحفي، إحنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة وهذه التحليلات. الحقيقة دايما بنكون سعداء بوجود حضرتك معنا.
مشاهدينا كده خلصت فقرة الصحافة، وصلنا مع حضراتكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة، وهنتكلم فيها عن مشكلة يعني إحنا الأباء والأمهات ساعات إن هم بيبقوا كل شغلهم الشاغل إن هم يربوا ولادهم أحسن تربية زي ما بيقولوا، بس ساعات التربية بتيجي بنتائج عكسية، يعني كتر الشدة كتر العنف في التربية، حاجات كتيرة جدا بتيجي بنتائج عكسية تخلي الطفل مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر على ايه. ده اللي هنعرفه مع دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك، هيكون معانا عبر ماسنجر، لكن بعد الفاصل خليكم معانا.